لما جيلنا اللقطات خلينا طبعا نبارك لمنتخب مصر للشباب، كسب النهارده منتخب الجزائر 3-1 وتأهل إلى نهائي كأس العرب للشباب المقام طبعا في المملكة العربية السعودية. أكيد لازم نبارك كابتن محمود جابر المدير الفني الكوف وكل الجهاز الفني والإداري، ونبارك لاتحاد الكورة طبعا أكيد، ونستعرض معاكم أهداف منتخبنا المصري للشباب خلال مشواره في كأس العرب. يلا نبتدي بعمان، دي أول لقطة لمنتخبنا للشباب وكانت أمام عمان. طيب ماشي، يعني طبعا أول مباراة كانت أمام عمان وفزنا 1-0، بيجهزوا اللقطات الثانية وهنزعها حالا. بعد كده كسبنا الصومال 2-0، رحنا لدور الثمانية كسبنا منتخب المغرب الشقيق 2-1، وبعدين رحنا للجزائر 3-1. ادي عمان اول مباراة في مجموعتنا اللي هي كانت المجموعة الرابعة، وهدف جميل جدا لمنتخب مصر الشباب، يعني شوف ضربة ركنية ويعني ارتقاء رائع جدا جدا جدا، وانتهى اللقاء بده. ادينا الصوت ادينا الصوت. منتخبنا خالد عوض عرضية، ادي الكورة وادي الخطأ اللي بندور عليه، ادي ماجد هاني، ماجد هاني مع الكورة، حلوة التمريرة حلوة التمريرة، ادي حلمي، حلمي سدد يا راجل، حلوة 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 حلوة، هدف يوسف حسن يضع الهدف الأول لمنتخبنا تيكي تاك. مع الكرة ماجد ممكن يلعبها عرضية، ممكن يظبطها، ممكن يظبطها يظبطها يظبطها، لا على طول في ايد حارس المرمى، خاطئة خاطئة، مرسي مع الكرة مرة تانية، هنا حلمي تسديدة تسديدة، هدف تاني هدف تاني هدف تاني عن طريق عمر ابراهيم، يتقدم بالهدف التاني منتخبهم بالهدف التاني، هدف تاني عن طريقك يا عمر ابراهيم، عمر ممدوح يسجل الهدف الثاني لمصلحة منتخبنا بعد خطأ من خط دفاع المنتخب الصومالي، استغلال لكرات بتمريرات متتالية وصلت عند عمر عشان يضيف الهدف الثاني المصري، يتقدم منتخبنا 2-0. المنتخب المصري كرة في اليمين سريعة مرتدة المنتخب المغرب، تمريرة وفرصة وفرصة في المرمى، جول، هل يعقوب يعاقبهم؟ هل يعقوب المغربي يتحصل على المنتخب المصري بناء الهجوم، بناء الفرصة القادمة، فرصة قادمة للمنتخب المصري، وراسية تأتي وفرصة تعديل، جول للمنتخب من يد عسقلاني على مرتين، انقلاب أمامية وفرصة لمنتخب مصر، هذه فرصة هدف ثاني، جول المصري على المنتخب المغربي، شوف شوف الهدف، شوف الروقان، هذا رايق هذا رايق هذا رايق، والمنتخب المصري رايق يسجل هدف الثاني ويترك دفاعات المنتخب المغربي دي طبعا مباراة اليوم، والفوز بثلاث أهداف مقابل هدف حاجة جميلة جدا، ويعني احنا لعبنا لغاية دلوقتي أربع مباريات دخل فينا هدفين فقط لا غير، وأحرزنا 8 أهداف، ودي حاجة جيدة جدا الحقيقة، ونتمنى يعني رعاية لهذا المنتخب الواعد، إن شاء الله يطلع منه أكثر من لاعب واعد يستطيع، لأنه طبعا المدير الفني المنتخب الوطني بتاعنا بيتكلم في ان هو ما شاء الله فوله حلو قوي، عايز يتكلم على منتخب الشباب واللعيبه والحكايه والروايه، حاجه جميله جدا 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 ومبشره للغايه. نتمنى يا رب كل توفيق باذن الله لهذا المنتخب، ويقدم لنا لعيبه للمنتخبات الاعلى سنا، منتخب طبعا اولمبي ثم
منتخب مصر الأول إن شاء الله. طبعا تكريما لهذا المنتخب خلينا نقول الأسماء بسرعة والجهاز الفني والإداري وكده. القايمة في حراسة مرمى منتخب مصر للشباب: أحمد نادر السيد وده اللي بيلعب على طول، كريم أحمد نبيل، محمد عادل أمين. خط الدفاع: عمر فايد، عبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن جودة، أحمد رفاعي، إياد العسقلاني، مؤمن محمود، محمود بسيوني، رأفت خليل. خط الوسط: خالد عوض، محمد حمدي، أحمد عبد الرحيم، ماجد هاني، طارق علاء، أحمد رشدي، عبد اللطيف أبو قورة، عمر الساعي. وفي خط الهجوم: يوسف حسن، أحمد نادر حواش، محمود أحمد مرسي، وصلاح باشا. مدير الفني طبعا الكابتن محمود جابر، مدرب عام كرم مرسي، مدرب حمدي حمدان، مدرب حراس المرمى إيهاب جلال، الطبيب ماجد هاني، الإداري عمرو سليمان، إخصائي التأهيل ناصر هريدي، إخصائي التدليك أحمد ممدوح، والمهمات علاء سعيد. مليون مبروك مرة تانية لمنتخبنا للشباب.